أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: متى يعذر الجاهل بجهله في مسائل العقيدة؟ إذا كان ليس عنده أحد يعلمه، ما يجد من يعلمه ولا من يسأله، فيعذر إلى أن يجد من يعلمه ويرشده. وهل مسائل العقيدة اليوم خفية وهي تذاع وتنشر في وسائل الإعلام بالمشارق والمغارب ويسمعها القاصي والداني؟ الله جل وعلا من حكمته أوجد هذه الأشياء لإبلاغ هذا الدين. لما كان هذا الدين عاما للبشرية أوجد ما يبلغه الأول في الجهاد في سبيل الله، ولما تعطل الجهاد جاءت وسائل الإعلام هذه المخترعات تبلغ القاصي والداني في مشرق الأرض ومغربها، الحمد لله، فلا عذر لأحد الآن. نعم. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ إذا كان لا يعذر بالجهل بكونه بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع المحاضرات والدروس والخطب فهذا ليس جاهلا، ولا يجوز له الاستمرار على الشرك والعياذ بالله، لأنه قامت عليه الحجة. أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. نعم.